الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين برحمتك ونفسنا عبد المرسلين. الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر امورنا مع الراحه في قلوبنا وبلداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا، واطمس على وجود اعدائنا وانصرهم على مكانتك الدين والمهديه والمجاهدين. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وكلنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. واختم لنا ولهم بخاتم السعاده اجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، من قراءه وشرح حاشيه الشيخ ابراهيم الجيبوني على فتح القريب المجيد شرح ابن قاسم الغزلي على متن القرايه والتقويم للقاضي احمد ابي شجاع الاصفهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم شيخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين امين. واليوم المجلس الاخير في هذا العام، ثم الاجازه ان شاء الله، ونلتقي بعده يوم الاثنين الموافق 26 اغسطس 26/8 باذن الله رب العالمين. نكمل كتاب أحكام الجنايات حتى نقف على كتاب جديد وهو فصل في بيان الدية. سوف ننتهي من هذا الموضوع حتى نقف على موضوع جديد مع بداية الدية. كنا وقفنا على قوله ثم أشار المصنف لقاعدة، ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله وكل عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له لا قصاص فيه. معنى لا قصاص فيه ففيه الحكم أو الدين، يعني إذا انتفى القصاص يبقى عندنا البديل إما الدية أو العفو. إحنا عندنا ثلاث بدائل: قصاص، دية، عفو. فأي عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له لا قصاص فيه. واعرف ان شجاج الراس والوجه 10، هو الشجاج مطلقا سواء الراس او الوجه، بس هو هنا عايز يبين ان المطيحه في الوجه هي اللي، لكن على اي حال هنفهم الكلام، لان الشجاج يعني الجروح، الجروح اللي في الوجه او في سائر الجسم بتنقسم الى 10: حارسه بمهملات وهي ما تشق الجلد قليلا. حارس، عارف انت لما الواحد يتعود انه يتخدش منه خدش يسموه حارس، كويس. والنوع اللي بعديه داميه، اما يبقى عميق شويه يقوم يبتدي يخرج دم يسموها داميه، يبقى حارسه للخدش. ابريجن من انجلش، واخد بالك، يعني خدش. سحاجات، ساعات يقول لك سحاجات دي بيسموها حارسه، وهي ما تشق الجلد قليلا. ودامية تدمي، يعني تشق الجلد كاملا فتصل الطبقة اللي تحت الجلد اللي هي فيها الدم فيبتدي يخرج دم سموها دامية تدمي. وباطعة تبقى أعمق شوية فتقطع في اللحم، يعني عدت الجلد وطبقة الدهن اللي تحت الجلد وصلت للحم يسموها إيه؟ باطعة، تقطع اللحم. ومتلاحمة تغوص فيه، يبقى تقطع لحم بعمق، شوف
اللحم اما اللي هو العضلات يعني. ومتلاحمه تغوص فيه، وسمحاق تفضل لحد ما تغوص في العضلات لحد ما توصل لايه للعظمه، قشره العظمه اسمها السمحاق، بريوستيوم السمحاق، وصلت لايه لدي اللي هي، وسمحاق تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم اللي هي الطبقه اللي بين القشره بتاعت العظمه وبين نهايه العضله يسموها ايه؟ وسمحاق. ومضحه، المضحه بدات توضح العظمه يعني قطعت الجلد والطبقه اللي تحت الجلد واللحم اللي هي العضلات، وقطعت كمان قشره العظمه فانفصلت المنطقه كلها فبقت العظمه باينه في وسط في الجرح، تلاقي العظمه وضحت سموها مضحه يعني اوضحت ايه العظمه. وموضحه توضح العظم من اللحم، اكتر من كده تكتر تكسر العظمه بقى يسموها هاشمه، يبقى ضرب قطع ده كله لحد ما كسرت العظمه بقى يسموها هاشمه يعني هشمت العظم تكسر العظم سواء اوضحته ام لا، يعني سواء الكسر ما بينش العظمه لكن نزل على طول فكسر، او انه نزع اللحم العضلات عن العظمه وكسرها، في الحالتين اسمها موضح او هاشمه تسمى هاشمه سواء اوضحته ام لا. ومنقله، منقله اللي هي ايه؟ تكسر العظمه وتنقلها عن مكانها كويس، يعني ممكن تتكسر العظمه ويفضلوا قبال بعض مكسورين بس قبال بعض، هنا بقى منقله عن نقلتها يسموه فراكشر ديسلوكيشن، يعني ايه كسر ايه مخلوع، مخلوع المكان، واخد بالك ازاي؟ ومنقله تنقل العظم من مكان الى مكان اخر. ومأمومه دي خاصه بقى ايه؟ بالراس. مأمومه تبلغ خريطه الدماغ المسمى ام الراس، يعني تكسر عظمه الجمجمه وتبين الغلاف اللي ايه بيغلف المخ وملتصق بايه؟ بالجمجمه، يسموه الام الجافيه، يسموها الام الجافيه، ما في الام الحنون وفي الام الجافيه وبينهم مسافه اللي بيمشي بيها السائل اللي حوالين المخ، الام الجافيه دي هي اللي يسموها بقى ايه؟ ام الراس، خريطه الدماغ المسمى ام الراس. طب اعمق من كده ده هيوصل بقى للمخ نفسه، الام الحنون والمخ يسموها بقى في الحاله دي دامغه، ودامغه بغين معجمه تخرق تلك الخريطه، يعني تصل للدماغ، تصل للدماغ، الدماغ والمخ. ودامغه بغين معجمه تخرق تلك الخريطه وتصل الى ام الراس، هو في تكرار يعني هو حابب يقول تصل للدماغ، بس هنا تكرار يبدو من صف القلم يعني حق ام الراس الثانيه دي تبقى الدماغ، عشان كده سموها دامغه، والدماغ اللي هو المخ يعني. بيقول لك فلان ده دماغه كبيره يعني مخه كبير. يبقى الدماغ اللي هي ايه؟ اللي هو المخ وما عليه من غلاف رقيق يسموه الام الحنون. كويس؟ في عندنا ديورا ماتر اللي هي الام الجافيه، وبعدها الكيا ماتر اللي هي الام الايه؟ الحنون. الكيا ماتر دي هي دي اللي هي لو وصل ليها وخدشها وقطعها اسمها دامغه. واستثنى المصنف من هذه العشره ما تضمنه قوله ولا قصاص بالجروح اي المذكوره الا في الموضحه. الموضحه بس فيها القصاص، ليه؟ لان اللي قبل كده الخدش ما اعرفش اظبطه. اعمل خدش ازاي بالظبط؟ ما اعرفش. كده ما فيش قدام الا دي. الخدش ده قد يكون ملي 2 ملي ما اعرفش اظبطه. الخدوش دي. وبعدين القطعه وعمقها في الدهن اللي تحت الجلد. عمقه قد ايه؟ ما اعرفش اظبطه لو عامل قصاص زي ما اعرفش. لكن الموضحه معروفه ان انا عارف طبقات لحد ما اوضح العظم.
فيبقى الموضحة ممكن يبقى فيها اختصاص، لأن أنا عارف إن أنا هنفذها بالضبط، إنما الباقي كله تنفيذ العمق نفسه، واخد بالك ده؟ لأن إيه؟ لأن وإن عاقبته فعاقبه بمثلي، بمثل ما، وأنت لا تستطيع المثلية هنا، فإن عجزت عن المثلية تعمل إيه؟ تلجأ للدية بقى، فهمت بقى؟ ولا قصاص في الجروح أي مذكورة إلا في الموضحة فقط لا في غيرها من بقية العشرة. أم الرأس دي ما فيهاش قصاص؟ يدفع بس، يدفع في أبدية دي. فصل في بيان الإكراه، يبقى إحنا عايزين نقف هنا عشان دي بعد الأذان هنبتدي في أحكام. يقول في الشرح: وعلى اي حال واقسم لك ان الجروح لعشره، هم الحقيقه 11، لان في بين يعني في بين الداميه وبين الحارسه في حاجه اسمها الدامعه. الدامعه اللي هي ايه؟ يعني سال منها الدم، والداميه اللي هي ايه؟ تفجر منها الدم اقوى يعني. فهنشوف دلوقتي في الشرح. ثم أشار المصنف لقاعدة إلى آخر الدخول على كلام المصنف، وتلك القاعدة هي قوله: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، وقوله بقوله متعلق بأشارة: وكل عضو وعضو، ينفع ضم العين وكسرها لغة صح، وكل عضو أو عضو بضم العين وكسرها وهو واحد الأعضاء كيد ورجل، وقول أخذ أي أخذه الجاني، وقول أي قطع تفسير أخذ، والمراد أنه قطع جناية، وقول من مفصل بفتح الميم وكسر الصاد مفصل، وأما بكسر الميم وفتح الصاد مفصل فهو اللسان، لأنه يفصل الكلام كما في المختار. وان كان احنا في لغتنا ما بنفرقش، بتاعتنا في لغه كده مفصل ومفصل لغتان لحاجه واحده وهو العضو. كمرفق وكوع اي ومفصل القدم والركبه حتى اصل الفم والمنكب، فيجب القصاص فيهما ان امكن بلا اجافه، بلا اجافه يعني بلا ترك تجويه، يعني تعمل خاص وتفصل بلا إجابة يعني بلا ترك تجويد، يعني شيء مجوه غير مغطى. وإن لم يمكن إلا بإجافة فلا، لو كان قطع العضو ده هيؤدي إلى التجويد، إجافة يعني تجويد، يبقى في الحالة دي ننتقل للدية. واضح؟ طبعا الأحكام هنا إن ما يتقدرش تقرب الجلد يسيب حتة مجوفة، قطعنا كده، هيبقى عندك حتة كده ما فيهاش جلد مجوفة، اتبصلت دي خدت بالك؟ طبعاً دلوقتي في الجراحات الحديثة ممكن يتم فيها ويحول لمستشفى يغطوا، فهمت إزاي؟ ممكن، لأن أيامهم ما كانش في جراحة، فكان يهتم بإن إيه؟ ما يسيبش الحتة دي مفتوحة كده من غير ما جلد يغطيه. ما كانوش يعرفوا دلوقتي في جراحه، فيبقى ممكن ايه في الحاله دي حتى ولو في اجابه مع الاستعانه بالطبيب. زي يعني ممكن يعدل، بس هذه الاحكام والتفاصيل دي بتختلف من عصر لعصر، ومن ايه؟ لان ايامه كان امكانياتهم كده. وان لم يمكن الا باجابه يعني بترك تجويف فلا، سواء لان ترك التجويف ده قد يؤدي الى السرايه الى الموت. يعمل تسمم فيسري في جسمه حتى يموت، يبقى انت جاي تقتص منه لانك عضو، تقوم انت تعمل تقطع عضو فيؤدي الى الموت فتموته، وكده غلط، فهمت ازاي؟ فطالما في احتمال ان ممكن لما تقتص منه يعني يؤدي الى شيء اقوى مما فعله المبني عليه، يبقى في الحاله دي تنتقل للدين، سواء أجافه الجاني أم لا، سواء حتى لو كان الجاني عامل إيه إجافة أم لا،
ليه؟ لأن الإجابة اللي عملها الجاني بالمبني عليه لم تؤدي إلى وفاته، لكن الإجابة اللي هيعملها المختص قد تؤدي إلى وفاته. فهمت بقى؟ فيبقى في الحالة دي خايف إن أنا نعم. لأن المثلية هنا على فكرة لما ربنا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، معناه بيقول لك إيه؟ لا تعاقب بالمثل. كأنه بيقول لك لا تقتص. لأنه قيدها بالمثلية. المثلية هنا ما تقدرش إنك أنت تضبطها ضبط دقيق. لأن حتى لو ضبطت الجرح من حيث الطول والعرض والعمق والمكان لا تضبط إحساس الألم. لأن ده ممكن يكون إحساسه بالألم أشد من إحساس التاني. فما تعرفش دي بالمثلية بالضبط. فكان ربنا لما قيدها بالمثلية يعني أمرك بالعرض عن القصاص. لأنه بيقول لك لا. لا لأن لم تستطيع المثلية. وإن حرصت لن تستطيع المثلية. طب البديل إيه؟ إما الدية أو العفو المطلق. الدية أو العفو المطلق. فإن عفى حق الجاني للحاكم إن هو يعذره. تعذير بقى. فهمت إزاي؟ يبقى عقوبة غير حدية. علشان يوقف إيه؟ افرض الناس كلها متسامحه ما شاء الله، كل ما يجرحوا بعض يتسامح، يقوم يتجرأ الناس المجرمين على جرح بعض الناس، يقوم الحاكم يبتدي يعمل عقوبه اخرى عشان يمنع استخدام تسامح الناس بصوره خطا من اهل الشر. فهمت بقى؟ اللي هو يستدعيه من التجرأ. فالحاكم في الحاله دي ان ممكن يبقى اولياء الدم يعفو والحاكم يعاقب ضرب، بس هيعاقب عقوبه اقل من ايه؟ من القصاص واقل من الدين. فهمت ازاي؟ عقوبه ثانيه عشان يمنع تجرب الناس بعضهم على بعض. يعني الامر موضوع الجنايات والاحكام في الجنايات الشرعيه دي امر واسع بحيث يحتمل صور كثيره جدا، مش زي ما الناس متصوره ان هو بصوره واحده زي ما ايه الجماعه السلفيه والجماعه الوهابيه والعيال اللي طالعين اليومين دول متصورين الحكايه بصوره واحده. لا، الشرع واسع جدا، اوسع من عقول هؤلاء الناس. فلازم نعرف الحكايه. فاذا جاء مثلا حاكم في العصر الحديث مثلا قال لك انا مش هنعمل قصاص، واخد بالك ازاي؟ لعدم ضبطه والانتشار حب التشفي في الناس، وهنعمل بداله عقوبات احنا نتفق عليها وايه وتعويض مادي معين. له ان يفعل ذلك. ويبقى برضه ماشي في ايه؟ في مظله الشرع، ما زال تحت نطاق مظله الشرع. لان هي حكايه مبنيه على العفو، العفو المطلق او العفو بوضع جزء. يعني تعفو عن جزء من الديه، مش لازم تاخدها كلها. ما انت ممكن تعفو عن نصف الديه، ربع الديه. فالحاكم ان هو في الحاله دي يختار بين الاختيارات الكثيره دي كلها، الواسعه دي كلها، يختار بعض الطرق ويختارها ان دي عقوبه قانونيه في هذا العصر. ويبقى ساعتها برضه بيحكم بما انزل الله، بس مش بما انزل الله على وقت مخ وذهن الايه؟ المتسابعين. فيقوم يجوا العيال المتسابعين يقول لك شوف كافر، ما بيحكمش، لان هو متصور ان العقوبات لازم يبقى لها صوره معينه فقط. فلو ما لقاش هذه الصوره يقول لك ده بيحكم بما لم ينزل غير معين. فهي دي الازمه. عشان كده لازم تراعي تطور القوانين. في حاجة اسمها في علم اسمه تاريخ تطور القوانين. في القوانين دي بتشمل قوانين ايه؟ المتعلقة بالمعاملات التجارية، قوانين متعلقة بالمعاملات الجنائية، قوانين متعلقة بالمعاملات المدنية، قوانين كتير ولها تاريخ وتطور، بيتطور بتطور الايه؟ الناس والعمران والجرائم لما تزيد هنا او تقل هنا او تزيد وهكذا. فلازم الناس تاخد بالها من هذه القضية، لأن في نشأة طائفة كفرت المجتمعات الإسلامية مطلقا لمجرد بس إن هم لا يحكموا بالنصوص الواردة إيه؟ كما يفهمها هو، كما يفهمها هو، لكن النصوص الواردة يمكن أن تطبق بصور كثيرة. يعني القوانين الوضعية الكافرة. اللي هو يقول في الآخر إنها القوانين الوضعية الكافرة، وهي أصلا تطور للقوانين الإسلامية، بس وقت الزمان ده. وقد ياتي بعد 10 20 سنه 100 سنه يجي لك حاكم ثاني طورها بتطور اخر، ودي بقى هي برضه عقوبات. فدي نقطه هامه ناخد بالنا منها.
حتى لأنها تسرع في تفكير المجتمعات الإسلامية. ففيه القصاص ليه بقى؟ اللي هو إن كل عضو أخذ من مفصل فيه القصاص، لا أي لانضباط ذلك من الأمن من الزيادة في الاستيفاء. يعني لما يجي يقطع عضو من مفصله يبقى ممكن إن أنا أعرف إن أنا أقتص بالظبط، لأن المفصل مكانه ما اختلفش. فهمتني إزاي؟ إنما لو قطع عضو فيما بين مفاصل، أنا علشان أضبط بقى المسافة دي والمسافة دي وعمق وطريقة الضرب وكيفية قطع العظمة نفسها، قطع هنا بالورد وقطع هنا مش بالورد، قطعها مع شرخ فوق وشرخ تحت ولا ما كانش فيه شرخ، قطع نظيفة ولا قطع مش نظيفة، ما أعرفش أظبطها. لكن لما يبقى فيها فصل منفصل، هنا ممكن أعمل قصاص، لأن أقدر إن أنا أعمل فيها بالمثلية بقدر الطاقة. فهمت؟ ده السبب. أي لانضباط ذلك مع الأمن من الزيادة في الاستيفاء، ويجب القصاص، ويجب القصاص في فقع عين وقطع أذن وجفن وشفة سفلى وعليا ولسان وذكر وأنثيين وشفرين وأليتين، لأن لها نهايات مضبوطة، لأن كل الأعضاء دي لها نهايات مضبوطة. أي عضو ليه نهاية مضبوطة ممكن إن أنا أقتص. لم يصل بالعضو للنهاية المضبوطة. خلاص بقى هنيجي، ما احنا بنبتدي نشوف الطالب يشوف هل يستطيع يعمل تماثل ولا يعجز عن التماثل. فإن عجز عن التماثل يروح للبديل وهو الدية. خدت بالك ازاي؟ بس ومفيش دية يبقى حكومة. حكومة يعني يحكم فيها أهل الشرع العدول، يحكموا فيها. واخد بالك ازاي؟ يسموها ساعات حكومة. لأن لها نهايات مضبوطة، نعم لا تؤخذ عين صحيحة بعمياء. يعني افرض ان هو فقع عين كان لا يرى بها، فما جيش انا افقع عينه اللي هو بيرى بها، لان دي كانت عين عمي، ما فقعش عين صحيحة بعين عمي. طيب يبقى في الحالة دي طالما ما مش هقدر اعمل يبقى ايه؟ يبقى اروح لايه؟ في الدين. نعم لا تؤخذ عين صحيحة بعمياء ولسان ناطق بلسان آخر. شوف عين صحيحة بعمياء دي ممكن الشارع بقى من حيث التشريع والتنفيذ يبتدي يقول لك بقى دي عين 6 على 6 ودي عين 6 على 9، دي عين 6 على 6 ودي عين 6 على 12، دي عين بتشوف من غير نظارة ودي عين بتشوف من نظارة، يبقى مفيش التماثل. بالرغم ان ده بيبص ليها وده بيبص ليها بس مش بنفس القوة. شفت بقى؟ شوف يوم افتح لك كل ده علشان الشرع يوسع. ازاي هو هيفقع بعين عمياء؟ لا فقع عين عمياء الواحد. يعني هو جاء الواحد عينه عمياء فقع عاله طلعها له من الحجرة. فما جيش انا اقتصت منه اطلع عينه المبصرة. فهمتني ازاي؟ ولو كان كل الاحكام الدية هو يعتبر كده ما فيش. لو الأحكام كلها اتعملت على القصص كله اتعمل بالدية. ما أنا قلت لك إن المثلية في الآية كأنها بتوحي بإنك اقبل الدية أحسن. ليه؟ حتى لا يكون المجتمع المسلم كله ناس عجزة. ما أنت هتخلي عارف لو ما كانش فيه إلا قصاص هتلاقي المجتمع المسلم مرور الزمن يكثر من مقطوع الأيدي ومفقود العين. واخد بالك إزاي؟ اللي هم عندهم عهد مستديم. لكن الشرع الشريف يريد ان المجتمع المسلم يبقى معافي. وبعدين الثاني ياخذ الدية والاخر يتوب الى الله، ما يعملش كده ثاني. فهمت بقى المساله؟ والا هيكسر بقى ايه؟ اهل العجز. كسر اهل العجز معناه كسر الشحاتين والناس اللي محتاجين رعايه وعنايه ومفيش انتاج، فيفتقر المجتمع. نعم لا تؤخذ عين صحيحه بعمياء ولسان ناطق بلسان أخرس، ويجب القصاص في السن. قال تعالى والسن بالسن، يعني لما يكسر لك سن يبقى انت ليك انك انت تكسر له سن. النطق في اللسان، النطق في اللسان نفسه من حالات النطق، مش هي
آلة من آلات النطق. يعني إحنا علشان ننطق لازم حاجات كتير. طب افرض واحد كل آلات النطق سليمة ولسانه مش موجود، ما يعرفش يتكلم برضه، لأن النطق يبتدي من مركز النطق في المخ والحنجرة وجهاز تنفسي سليم وأحبال صوتية ولهاء ولسان وشفتين وأسنان، شوف دي، وحلق كمان، الحلق نفسه وسقف الحلق ما يبقاش كمان منشق، كل دي أدوات علشان يطلع النطق. ويجب القصاص في السن، قال تعالى والسن بالسن، لكن لو قلع شخص ولو غير مصغور، سن غير مصغور فلا قصاص. المصغور اللي هو سقطت أسنانه اللبنية، وغير المصغور اللي هو لم تسقط أسنانه اللبنية. عارف الأسنان اللبنية اللي هي السنان لما تقع تتبدل يطلع سن لبني. في الطفولة في أسنان يسموها أسنان لبنية، دي لما بتتخلع بيطلع سن مكانه، لكن انت بتوصل سن معين، لو اتخلع السن ده ما يطلعش سن مكانه. فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى المصغور وغير المصغور. يبقى المصغور اللي سقطت اسنانه الروادع اللبنيه، الروادع اللي هي ايه؟ يعني اسنان الرضاعه، اللي نبذت اسنان الرضاعه، سموها احنا اسنان اللبنيه دلوقتي، كانوا زمان سموها الروادع عشان مع الرضاعه. واحنا دلوقتي بنسميها اللبنيه برضه علشان بيبقى ايه؟ ايام ما كان بيقطع من اللبن. هي نفس المعنى. يبقى ده المصغور. غير المصغور الذي لم تسقط اسنانه اللبنيه. فبيقول هنا ولو قلع شخص ولو غير مصغور، سن غير مصغور فلا قصاص في الحال. لانها تعود غالبا. يبقى ما نقتصش في الحال، نستنى ما تطلع السنة. فإن بان فساد منبتها بأن عادت البواقي بعد سقوطها دونها وقال الخرة فسد منبتها وجب القصاص. يبقى لو كسر وسدته ننتظر هتنبت السنة ولا لا تنبت، واخد بالك؟ فإن نبتت يبقى هيدفع قرش، يسموه قرش مقدر، اللي هو إحساسه بالألم وعجزه لمدة كام سنة لحد ما تنبت السنة، لكن ما كسروش سنته كده. طيب ما نبتتش السن المعتاد، اه دليل انه لما كسرها ضيع ايضا ايه مكان البت، يبقى في الحالة دي بتصل. فهمت المسألة؟ كل ده علشان ايه؟ وان عاقبته فاعاقبه بمثل. شوف كلمة مثل دي هي اللي خلت القضية تكتب، هي خلت القاضي يتكتب كلمة بمثل المثلية. عارف وإن عاقبتم فعاقبوا كما عوقبتم، أو يعني كما دي يعني تحتمل، لكن مثل عايزة التمثل في كل شيء، واخد بالك؟ فدي عملية صعبة. وكأن ربنا لما عقيدها بالمثلية أوحى إليك بالإيه؟ بالعفو. يقول لك إنه يقول لك اعفو أحسن. ولئن صبرتم لخير مستقيم. وفي سورة الحج بيقول ايه؟ بيقول يا سيدي سورة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. لا، الآية في سورة الحج في أول الربع الأخير. ذلك ومن عاقب ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرن الله. إن الله ايه؟ لعفو. كأنه يقول لك اعفو، لعفو غفور. شفت بقى؟ يعني نهاية الآية بيقول لك برضه ولئن صبرتم لخير مستقيم. لأنه يعني دليل إن القرآن ده كله من عند الله. عارف لو إنسان ما يقولش كده في سورة النحل ويجي في الحج يقول كده تاني، هيكون نسي. هيكون نسي، هيفوت. لكن ده كلام ده من عند من مصدر واحد. سبحانه. عشان كده بيقول لك ولو قلع شخص ولو غير مصغور، يعني لم ايه؟ لم تسقط منه الروادع. سن غير مصغور فلا قصاص في الحل لانها تعود غالبا، يعني تنبت مره ثانيه.
فإن بان فساد منبتها بأن عادت البواقي بعد سقوطها دونها، وقال أهل الخبرة، أهل الخبرة المعطفة الأسنان، فسد منبتها وجب القصاص، فإن كان صغيرا لم يقتص له في صغر. طب لو كان صغير بقى وما نبتتش والجاني هو الجنة، ما نعملش القصاص والصغير لسه صغير لما يكبر عشان يتشف؟ فهمت ازاي؟ لان اصل القصاص هو التشفي، ان الانسان بيبقى ايه قلبه يعني مملوء حب تشفي ممن فعل فيه هذه الفعل. فهمت ازاي؟ فسن الصغر مفهوش فيه التشفي، مش هيعرف يتشفي، فنستنى لما يكبر كل القيود دي علشان ايه؟ عشان لما يكبر تكون الحادثه بقت قديمه، يقول خلاص انا عارف انا خلاص يكون ناسي كل هذه القيود، علشان برضه يعرف. تعرف ان الشرع كله ماشي مبني على العفو مش مبني على العقوبه، مبنى الحدود على ايه؟ على الضرب، مش مبناها اقامه اقامه الحد. شفت قد ايه ان فقه الاسلام بعيد كل البعد عن فقه من فاهم الاسلام بالاصل، اللي هم الدهون الطويله دي اللي بقوا كده في وشهم كله قسوه وفاهمين ان الحكايه لازم يبقى كرباط في ايده وحبل في الايد الثانيه، وهو ده الاسلام، واخد حبل عشان يرجم وسيف علشان يقطع، وهو ده الاسلام. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، وشرع الله ما كانش كده ابدا. لو قريت التفاصيل دي تعيش شرع الله، تعرف انه مبناه الرحمه، كله مبناه ماشي على الرحمه. لكن هم لم يقراوا مثل هذه التفاصيل اصلا، ولا حتى المتون، لا متون ولا شروح ولا حواشي. فهمت ازاي؟ لا قروا متون ولا شروح ولا حواشي. ومن حوى ومن قرأ الحواشي فما حواشي، فما بالك هو لم يقرأ اصلا الحواشي. فأفئدتهم هواء. هو مجتهد للأسف. هو مجتهدين هم بياخدوا الآية والحديث وفي الصراحة زي ما على طول بقى، كل واحد بطريقته حسب هو مش فاهم لغة، تقول له أنت قريت طب اللغة على مين؟ يقول لك هي اللغة باللغة بتتقري. يعني درستها على مين من العلماء؟ ولا واحد درس لغة على، ولا واحد درس حاجة على أي حد. هما يدور جابوا كم كتاب من لما راحوا عملوا العمرة والحج ووزعوا عليهم وقالوا لهم خمس ست كتب وخلاص وربوا دقنهم وبقت حاجة جدا. ده صححوا الألباني، والألباني عندهم صح كل حاجة. ربنا يهديه. هو الألباني نفسه في تصحيحاته فيها تناقضات، لما تيجي تتابعه تلاقي في بعض مؤلفاته صح هذا الحديث ويجيب عقبه ووضع ثاني ضعف هذا الحديث، اللي هم صححوا في كتاب اخر، يعني الحكاية مش منضبطة. هو اهل الحديث يعني اهل الحديث الميزي بتاعه يعني اللي قبل كده مش كل الاحاديث دي كانت مصححه، يعني ايه اللي جت؟ يعني ليه؟ القواعد علم اصول الحديث، علم اصول قواعد الحديث علم اصلا ابتدى ينضج بمرور الازمنه وتثبت له معالم واضحه، لدرجه ان كل واحد من اهل التصنيفات دي كانت له قواعد في ذهنه، فممكن انت تصعب على القواعد المستقره التي اجمع عليها الناس لا باس. انك انت مثلا الامام الترمذي قال في حديث ده حسن، اعتبره حسن لذاته، انت على القواعد تجد انه ضعيف ويبقى حسن لغيره. على القواعد اللي انضبطت بعد ذلك. فهمت ازاي؟ لكن على اي حال في بعض العلماء قال لك احنا نكتفي بتصحيح وتضعيف العلماء السابقين، يكفينا هذا. واخد بالك في 500 سنه الاولى، هي مذهبان على فكره عند علماء الحديث، ماذا بيقول كده وماذا بيقول كده، لا باس. لكن مع العلم بايه؟ بعلم التسرع، ويبقى دراسه مستفيضه لعلم الحديث، ولا ينبني عليه خط اجماع. واخد بالك ازاي؟ كل الحاجات دي القواعد تبقى منضبطه في ذهن الانسان، ويبقى تصحيحه قابل للاجتهاد، قد يخطئ في التصحيح ويخطئ في التضعيف، ما يبقاش كلامه نهائي. انما عندهم كلام الالباني ده نهائي، لا ده اجتهد وقد يخطئ في بعض الامور وقد يصيب في بعض الامور، يعني كل احتمالية دي تفضل موجوده. على اي حال القضيه دي ناقشها ابو عمرو بن الصلاح في مقدمه علوم الحديث، ان هل نكتفي بتصحيح وتحسين السابقين ولا نجتهد نحن في كل عصر ونصحح ونقرب. في القضية دي ناقشها أبو عمرو بن الصلاح وشراح علم كتابه مقدمة علوم الصلاح.
تختفي ولا يعني؟ لا انا رايي انها ان يبقى في طبعا مدارس، لان في هناك مستخرجات للحديث واجزاء حديثيه لم تطبع بعد، فلا بد من دراسه قواعد علوم الحديث عشان اي مطبوعات ومخطوطات موجوده، لان ليس كل كلام النبي هو الكتب السته، ده في كتب حديث كثيره جدا، في كثير. فين الطبراني الكبير والاوسط والصغير ولا يحتاج جهد، وفين البيهقي، وفين الاجزاء الحديثيه، ومسند الامام احمد بن حنبل وكما لا ينص، يعني كان يقول الحديث باسناده ولا ينص على درجاته، يبقى احنا محتاجين. لا ان هو صح اللي زي البخاري ما يصحش اننا نخش بقى فيه الائمه اللي هم كانوا بيقولوا درجه حديثهم الامام مسلم، لا باس ان احنا نعتبرهم نموذج نطبق عليه ولا نستدرك عليه. ليه؟ لان الامه اجمعت عليه. فلا قصاص في الحل لانها تعود غالبا، فان بان فساد من بكى لان عادت البواقي بعد سقوطها دونها، وقال اهل الخبره فسد من بكى ووجب القصاص. فان كان صغيرا اللي هو هيقتص يعني صغير او يقتص له يعني، لم يقتص له في صغره بل يؤخر حتى يبلغ، لان القصاص للتشفي وهو لا يحصل الا بعد البلوغ. فان مات قبل بلوغه، طب افرض الواد مات قبل بلوغه، اقتص وارثه في الحال، ولو اقتص من غير مثغور لمثله بعد ان بان فساد منبته، فان لم تعد سن الجاني فذاك ظاهر، وان عادت خلعت ثانيا فقط وقيل ثالثا. بيقول لك هنا صوره غريبه، ندم. افرض ان احنا اقتصينا وقلعنا سنته، فربنا على خلاف العادة أنبت له سن مكان، على خلاف العادة يقول لك تقلع مرة واحدة، لأن العبرة إنه يعيش زي ما ده هيعيش، ده هيعيش عمره من غير سنة، يبقى ده يعيش عمره من غير سنة. طب لو طلعت ثالثة، قال لك لا سيبها له بقى، دي كرامة مالناش دعوة، واخد بالك؟ قيل إيه تاني مرة بس، لكن ثالثة لا، وقيل ولو ثالثة، كل ما تطلع نشيلها له تاني، واخد بالك؟ يبقى في واحد نظرة لإيه؟ للدوام، والتاني نظرة لعدد المرات الكفاية، هو العالم مرة واحدة، العالم كذا مرة دي. فهمت؟ وإن عادت قلعت ثانيا فقط وقيل وثالثا، شوف كلمة وقيل دي يعني دليل انه ايه وجه ضعيف. وقيل وأكثر من ذلك، ولو قلع شخص بالغ سن بالغ مذكور ثم عادت لم يسقط القصاص، لأن عودها نعمة جديدة من الله تعالى، والمثبور بالمثلث. يعني افرض انك انت او واحد جاني جنى على انسان كسر له سنته، وسنته دي بعد ما اتكسرت طلعت تاني، لا يسقط القصاص في الكسر الاولاني. فهمت ازاي؟ يعني العكس بقى، الصورة هنا بالعكس، يعني واحد كسر سنة واحد والسنة دي المفروض ان العادة انها ما بتطلعش، طلعت لا يسقط حقه في القصاص. فاهم؟ طب وهل موضوع تكبير اسنان، ما في تكبير اسنان، هل مطرح انها بتطلع اركب له سنة مثلا؟ مش انا اللي هركب له بقى، احنا نعمل فيه كده، هو بقى يروح يركبها على حسابه، مالناش دعوة. ما احنا مش هنمنعه، لان نعمل العقوبة بتاعتنا وقضاء. هو بقى راح عمل زرع اسنان بتاع يعمل، احنا مالناش دعوة. هل الوارث هنا من حقه ان ياخد؟ طبعا. ولا طالما المال طبعا ورث كل حاجه، ورث كل حاجه، لو ان يعفو ياخد الدية وكل حاجه. ثم عادت لم يسقط القصاص لان عودها نعمه جديده من الله تعالى، والمثغور بالمثلثه هو الذي سقطت اسنانه الروابع، وغير المثغور هو الذي لم تسقط اسنانه المذكوره. قول وما لا مفصل له لا قصاص فيه، أي لأنه لا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق بالمماثلة فيه، لأنه لا ينضبط. أنت لو بتشتغل دكتور عظام وكل يوم تشوف كسور، لا يمكن تلاقي كسر يشبه أخوه بالضبط أبدا، تحط أشعة ده وأشعة ده، لا مستحيل. فلما يبقى حاجة ما فيهاش فصل مفصل وانتقلنا لكسر، الكسر ما تعرفش تتصل بيه، فما قدامكش الا ايه انك انت تنتقل للدين، لان ما تعرفش تعمله بالظبط مهما كنت.
لعدم الوثوق بالمماثلة فيه لأنه لا ينضبط. نعم إن أمكن في كسر السن بقول أهل الخبرة وجب القصاص بنحو من شهر، لو أمكن المماثلة يعني في السن وأهل الخبرة على كما نقدر ننشرها له نعملها له بالضبط زي دي خلاص ممكن اعمل خدت بالك أو مبرد. ولو كان هناك مفصل قبل محل الكسر فله القصاص منه ولو حكومة الباب، يعني كسر له العظمة دي وليه مفصل هنا واخد بالك ازاي، فلما انكسرت دي اتفصل ده كله، فانا عندي هنا مفصل يبقى ممكن اعمل قصاص في المفصل وياخد الحكومة بالفرق. فهمت ازاي؟ ياخد حكومة بالفرق. فهمت الصورة؟ هي الحكومة يعني لا مبدية فيما منصوص عليه، دي حاجات مش منصوص عليها هم يبتدي نحكم فيها اثنين زوايا من اهل الخبرة واخد بالك ازاي؟ مش بيقول لك فليحكم بي ذوى عدل منكم او هديا بالغ الكعبة، فليحكم بي ذوى عدل يحكم جاي من الحكومة عدم الممثلة لان ما نقدرش ان لعدم وجود قصاص في الجزء ده لعدم القدرة على الممثلة. ولو كان هناك مفصل قبل محل الكسر فله القصاص منه وله حكومة الباقي، وخرج بكسر العظام قطع غيرها كقطع عين وأنف وأذن وشفة ولسان وذكر، فيجب فيه القصاص بالجزئية كثلث وربع ونصف لا بالمساحة. قول واعلم يعني القطع في الحاجات اللي هي ما فيهاش عظام يجوز فيها القصاص، انما اللي فيها كسر العظام هو اللي يصعب المسلم. فهمت ازاي؟ قول واعلم هو توطئة لكلام المصنف كما سيشير اليه الشارح بعد، لكن صنيع الشارع غير مناسب لأن الجروح في كلام المصنف عامة في سائر البلد ولو في غير الرأس والوجه، فقصره على شجاج الرأس والوجه غير ظاهر لأنه يلزم على كلامي أن الجروح في غير الرأس والوجه لا يعلم حكمها من كلام المصنف، ولأنه يوهم أن الموضح في غيرهما في غير الرأس والوجه يعني لا قصاص فيها وليس كذلك، فكان عليه أن يعبر بدل الشجاج بالجروح العامة لسائر البدن. السؤال واعلم ان شجاج الرأس والوجه كان حاجة يقول لك ايه الجروح وخلاص ويسميها وتكون المضيحة عامة لسائر البدن ايضا من حيث وجوب القصاص كما هو صريح كلمة. واما من حيث وجوب الارش وهو خمسة أبعرة فهي خاصة بالرأس والوجه اللي هي فيها المأمومة بقى والدامغة والحاجات، فلا يجب الأرش فيها إلا إن كانت في الرأس أو الوجه، فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة كباقي الجروح. يقول أن شجاج الرأس والوجه أي الجراح بهما، فالشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهي جرح فيهما أو جرح فيهما، وأما في غيرهما فلا يسمى شجة بل جرح. احنا نقول عليها ايه بقى؟ شجة ولا عليها بطح؟ المصريين ولا عليها بطح؟ فالبطحة لا تطلق الا على الجرح اللي في الرأس كده؟ فلك بطحة يبقى معناه جرح في الرأس، فشجة كذلك لا تطلق الا على جرح في الرأس، يبقى شجة لا تطلق الا على جرح في الرأس زي لغة المصريين بطحة لا تطلق الا على جرح في الرأس، لكن في بقية الجسم شو نقول عليه جرح. وقيل يسمى شجة وجرح، وقول عشرة بل هي إحدى عشرة بزيادة الدامعة بعين المهملة وهي التي تدمي الشق مع سيلان الدم كما سيأتي. قول حارصة بمهملات تسمى الحرسة والحريصة وكلها مأخوذة من حرس القصار الثوب إذا شقه. حرس القصار الثوب، القصار اللي هو يعني إيه الترزية اللي هو الخياط يعني.
حرس القصار الثوب إذا شقه بالدهر، ويسمى القاشرة أيضا. يعني إيه أشرة؟ يقول لك إيه حصل سحاجات للقاط وخدوش خربوش، كل إيه يسموها إيه الحارس. وهي ما تشق الجلد قليلا يعني نحو الخدش. ودامية لتخفيف الياء التحتية، وقوله تدميه بضم التاء الفوقية لأنه مضارع أدمته، والمراد تدميه بلا سيلان دم. الدامية اللي يتشق الجلد كله لكن ما خرجش منه دم يبقى يسموها دامية. طب خرج منها دم تبقى دامعة، تبقى دي 11 بقى لهم قلب. فهمت ازاي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا زي الدموع، كويس؟
حارسة بمهملات وتسمى الحرسة والحريسة وكلها مأخوذة من حرسة القصار التوي إذا شقاه الدق وتسمى القاشرة أيضا قوله وهي ما تشق الجلد قليلا نحو الخدش قوله ودامية بتخفيف الياء التحتية وقوله تدمين بضم التاء التوقية لأنه مضارع أدمته والمراد تدميه بلا سيلان دم فإن سال الدم سميت دامعة بالعين المهملة وبزيادة هذه صارت الشداد 11 كما قاله أبو عبيدة وقد مر التنبيه على ذلك قوله وضابعة بموحدة ثم بعد الألف ضاد معجمة ثم عين مهملة مأخوذة من البضع وهو القطع وقوله تقطع اللحم أي بعد قطع الجلد عندنا الجلد تحتيه طبقة فيها أوعية دموية ودهن بعدها عضلات هي اللحم يبقى وصلنا بقى للحم يسموها إيه؟ يسموها ضابعة وهي تقطع اللحم الغرس أكثر في العضلة العضلة هي سم عميق يسموها متلاحمة يسموه إيه؟ جرح الجرح يسموه متلاحمة قاصد في كل العضلة لما خلصتها وصلت للعظمة لأن العضلة لازقة في العظمة فيسموه بينة سمحاق العظمة اللي هي قشرة العظمة اللي قلت الأوستيوم يسموها إيه سمحاق لحد دلوقتي احنا عندنا آلة في الذراع يسموها إيه رابع سمحاق رابع سمحاق في الأوستيوم اللي بيه ده بنستعمله في حالات البدن عشان نرفع بيه سمحاق العظمة عشان نقطع العظمة يعني لحد دلوقتي اللغة دي مستعملة إلى يومنا هذا يعني موجودة مش كلام تاريخ يعني. وسمحاق بكسر السين المهملة وسكون الميم وبالحاء المهملة وبالقاف في آخر ما أخذ من سماحيق البطن وهو الشحم الرقيق وقد تسمى هذه الشقة الملطى والملطاء واللاطية وقول تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وتسمى هذه الجلدة سمحاقا وكذا كل جلدة رقيقة ومضحة المضحة بقى هي بينة العظمة خالص يعني رفعت اللحم العضلات وبحيث تيجي تفتح الجرح كده تشوف العظمة تحت يبقى يسموها مضحة سميت بذلك لأنها توضح العظم من اللحم كما أشار إليه بقوله توضح العظم من اللحم فلعله راعى وجه التسمية فعبر بذلك ولم يقل تصل إلى العظم كما عبر به غيره وعبارة المنهج تصله أي تصل العظم بعد فرق الجلد قوله هاشمة وصلت للعظمة وكسرتها بقت هاشمة بقت هاشمة فرق كسرت العظم ضمن ألفها من مكانها بقت منقية واضح يبقى هاشمة ومنقية سواء أوضحته أم لا هاشمة كسرت العظمة سواء أوضحته أم لا تعميم في الهاشمة دفع به توهم أن الهاشمة تستلزم المضحة فلو أوضحه وهشمه وجب القوى في المضحة وأرش الهاشمية وهو خمسة أبعرة لأنه لا قوى في الهاشمة بل في المضحة فقط كما يعلم من قولي ولا قوى في الجروح إلا في المضحة قول ومنقلة بالتشديد سمية بذلك لأنها تنقل العظم كما أشار إليه بقول تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر أي وإن لم توضحه وهشمه قول ومأمومة بالهمز وتسمى آمة وقول تبلغ خريطة الدماغ اللي هي إيه؟ خريطة الدماغ اللي هو الغلاف اللي ملتصق في داخل الجمجمة داخل العظم اللي هو قبل الغلاف اللي ملتصق بالمخ يسموها إيه؟ الأم الجافية يسموها الأم الجافية وقول تبلغ خريطة الدماغ أي الجلد المحيطة به ودماغ ككتاب مخ الرأس كما في القاموس وقول المسمى أم الرأس المسمى ده أم الرأس بنصب المسمى لأنه صفة لخريطة الدماغ كما لا قول ودامغة بغين المعجمة بخلاف الدامعة بالعين المهملة فإنها التي تسيل الدم الدامعة بكده كما مر وقول تخرق تلك الخريطة أي خريطة الدماغ وتصل إلى أم الرأس كان الصواب ما يعيش من الرأس لأن هي عدتها كان الصواب أن يقول وتصل للدماغ وهو المخ اللي هي إيه أم الحنون اللي هي لازقة في بويه المخ يسموها الأم الحنون
كما مر، لأن التي تصل إلى أم الرأس هي المأمومة اللي قبل كده كما ذكره قبل ذلك، وأما هذه اللي الدامغة فتصل إلى الدماغ ولذلك سميت الدامغة. واستثنى المصنف، كان الأظهر في الدخول على كلام المصنف أن يقول وذكر المصنف أنه لا قصاص في الجروح، واستثنى منها المضحة بقوله ذاكر، لأن الشرع لم ينبه على المستثنى منه في الدخول، قول من هذه العشرة أي المتقدمة، وإحنا قلنا أن هم أصلا 11، وقول ما تضمنه قولا أي ما اشتمل عليه قوله وهو المضحة، ولا قصاص في الجروح أي لعدم انضباطها. العلة هنا عدم الانضباط عشان المثلية مطلوبة ومقصودة، لعدم انضباطها وعدم الأمن من الزيادة والنقصان فيها طولا وعرضا. وقول أي المذكورة أي بقول واعلم أن شجاج الرأس والوجه 10، لكن قد عرفت أن الجروح في كلام المصنف عامة في سائر البدن ولو في غير الرأس والوجه، فحمله على شجاج الرأس والوجه غير مناسب، فلو عممها في سائر البدن لكانه إلا في الموضحة أي ففيها اختصاص ولو في سائر البدن، فلا يختص الاختصاص في الموضحة بالرأس والوجه. وأما الأرش فلا يجب فيها إلا إن كانت في الرأس أو الوجه، فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة كما سيأتي، وإنما وجب القصاص فيها لتيسر ضبطها فيها، يعني في الموضحة الضمير هنا يعود على الموضحة، لتيسر ضبطها واستفاء مثلها، لأن يقاس مثلها طولا وعرضا من عضو الشاج ويخط عليه بنحو سواد أو حمرة، ويوضح بالموسي ونحو بالموسى اللي هو يعني بالمشرط يعني، فتعتبر بالمساحة لا بالجزئية، لأن الرأس لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا، فلو اعتبرت بالجزئية كالنصف والربع وقع الحيض، لأن لو كان نصف رأس الشاب أكبر من نصف رأس المشبوه وأخذنا نصف رأس الشاب في نصف رأس المشبوه ده وقع الحيث بالشاب، يعني العبرة بطول الجرح نفسه مش بحجم الرأس كلها، فهم؟ ولو أوضح كل رأس المشبوه ورأسه أصغر أوضحنا رأسه كله، ولا يكمل إيضاح من غير الرأس كالوجه والقفا لأنه غير محل الجراية، بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضح، فإن كان الباقي قدر ثلثها أخذ ثلث أرشها، أو رأسه أكبر أو ضحنا منه قدر حق المشبوك فقط رعاية للمماثلة، والخيار في محله للجاني، لأن الجميع رأسه محل لأداء حق الجناية فيخير في أداء من ذلك المحل، وقيل الخيار للمبني عليه. ولو أوضح ناصية المشبوك وناصيته أصغر كامل عليها من باقي الرأس من أي محل كان، لأن الرأس كل عضو واحد، ولو زاد المختص في الموضحة على حقه فإن كان عمدا ألزمه، فإن كان عمدا لزمه قصاص الزيادة لتعمده، لكن لا يقتص منه إلا بعد اندمال موضحته، وإن كان خطأ أو شبه عمد وجب أرش كامل للزاهد لمخالفة حكمه حكم الأصل إن لم يكن الخطأ بالتراب الجاني، وإلا فهدر. ولو قال المختص تولد من التراب وأنكر المختص منه صدق المختص، يعني في أثناء القصاص لو الجرح كبر غصب عن اللي بيعمله نقوم نعمل إيه؟ يا إما يقتص من الثاني بعد اندمال جرحه، يا إما نخصم نحمله قدر الزيادة دي، يعني في أثناء عقوبة التاني زاد الجرح شوية، بحاجة من الاثنين نخير، يا إما نستنى لما يخف جرحه ونعمل له جرح بالزيادة قد ده، يا إما يدفعله قدر الزيادة. فهمت بقى المسألة؟ كل ده عشان تحقق المثلية، كل ده لتحقق قصص حضرتك هو المقتص هو اللي ياخد القصاص، ولا في بيبقى في واحد هو اللي بيعمل القصاص؟ يعني انا اللي بقى يعني لا، انت ايه، على فكره القضيه دي متروكه للحاكم يختارها، لكن اصل الشرع كان ممكنه المجني عليه ان هو اللي يعملها بايده عشان يتشاف كويس بالاصل كده، فيرسم له المكان ويديله الاله ويفهمه ويقول له لو زودت هناخد منه،
فهمت ازاي؟ فيفرض بقى ايده مضطربه، اضطربت ايده، او انه عنده تشفي زائد فغرزها زياده، هنقول له هناخد منك بس امتى؟ بعد ما يخف جرحه. فهمتني ازاي؟ او يدفع القرش الفرد. طبعا هذه الخيوط كلها لو اديها له هيقول لك لا خد السكينه مش عايزين منك. كل ده برضه علشان تحسه انه يقبل البديل. كل ده عشان تحسه انه يقبل البديل. فهمت ازاي؟ لكن ممكن ايه الحاكم يقول لك لا بينفذ ايد اهل الخبره في حضور المبني عليه. ليه بقى؟ علشان يضبط التماثل ولا يعطي فرصه للتفاوت النفسي والغل انه يخليه يجور على الحق. واضح؟ فيجيب طرف محايد هو اللي ينفذ. ممكن يعمل كده الحاكم، يبقى برضه ده شرع لا. لأن شرع لا أصل للتماثل، تحقيق التماثل. يعني أنا قصدي إن القضية فيها سعة، والحاكم له أن يختار صور كثيرة على حسب ظروف مجتمعه وطبيعة الناس. فدي نقطة مهمة. ولو قال المقتص تولدت من اضطرابك، وأنكر المقتص منه صدق المقتص منه على الأرض. يعني يفرض ان هي ايه لما بيجرحه فزادت، فقال له ايه انت اللي عملت دماغك كده يا اخي، ما تولدت من اضطراب مش من انا. فهمتني ازاي؟ فايه يصدق مين؟ يصدق مين؟ المختص منه، واخد بالك؟ بيمينه. فهمت؟ وأنكر المقتص منه صدق مين المقتص منه على الأرجح من وجهين، في وجهين يعني الراجح أن يصدق المقتص منه بيمينه. ولو كان برأس الشاب بشعر دون رأس المشبوه، فعن نص الأمة أنه لا قول لما فيه من إتلاف الشعر، مش هتعرف تحقق المثلية. لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاهل، وظاهر نص المختصر وجوبه، وحمل ابن الرفعة وجوب ألا قول يعني، وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المجهول، والثاني على ما لو حلق ما لو حلق ولا يضر في قول المضحك فول غلظ جلد ولحم، فقط أي دون باب الورود. وقد وضحه بقول الله في غيرها من بقية العشر، فهو تفسير بمعنى فقط. ونقف على بيان الدية، واحنا كنا عاملين بحث كده بيان الديات وكنا وزعناه عليهم زمان، ما اعرفش معاكم ولا لا، لدرجه ان انا كنت اديته مره هديه للشريف الشيخ ابراهيم النيجيري او في نيجيريا، كنا معزومين في مولد نبوي كده عند احد اصدقائنا المهندسين، فقابلته هناك بيقول فراجل بوزاره تامن، فالنهارده بعتلي وكلموني بالتليفون ان انا بعته له على الايميل علشان هو بيعمل بحث ليا وعايز. فهو بحث قليل يعني ما تضيعهوش، بنوزع عليه. شوف انا اللي عامله وضيع مني مش معايا. انا هدور عليه يكون موجود في اللابتوب ده مكتوب، لان مفيش ورق عيني. ساعات انا اعمل الحاجه اوزعها وما احتفظش بورق عيني. بتحصل يعني. والله عندك نسخه؟ طيب انا النهارده هخش المكتب هشوفه، لو كنا مسجلينه عنده على الكمبيوتر خلاص هبعته له على الايميل. لو ما لقيتهاش هطلبه بالتليفون، لان هو الراجل طلبه مني. وبعد الايميل مستعد. نلتقي ان شاء الله يوم 26/8، يوم الاثنين 26/8 اجازه، الاجازه السنويه، وعندنا رصيد يسمح ان شاء الله. خلاص يبقى هنتجه دروسنا من 26/8 الاثنين هنا، 27/8 في مسجد التقوى، وبعدين 29/8 الازهر الشريف يوم الخميس، ونواصل ان كان في عمر بقيه وعقيه، وما تكونش قامت القيامه يوم 30/6، لان احتمال القيامه تكون يوم 30/6، الله اعلم. واخد بالك ازاي؟ وربنا يقضي امرا كان مفعولا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفجر يا ماشي على طول، لما بنبطلش بس ده مرتبط بصلاه الفجر.